يطول عليه. لا لا بدينا الاسبوع يعني المضى والحمد لله استمريناها الان وراح نستمر لطيله نهايه شهر رمضان بوجبه حمله افطار صايم لان الاعداد كبيره. اعداد مدينه الموصل ايتام اللي خلفتها الحروب واللي خلفتها يعني الاوضاع كثيره فالحمد لله والشكر لله طبعا. وتشوفون انتم قسمنا على شكل وجبات وكل الشكر لكل من ساهم معنا. يلا غمام ايتام شهداء مدينه الموصل بامس الحاجه الى من يرفع ويمسح دمعتهم الى معاناتهم والى متابعه قدر المستطاع مسح راسهم الى قدر المستطاع متابعه احوالهم حاله ميؤوسه تعبانه يعيشوها ايتام شهداء مدينه الموصل. الحكومة أي شيء ما قدمت الأيتام، لا أعطاهم رواتب ولا ساعدهم ولا أي شيء، وظلنا على المنظمات هي اللي قاعدة تساعد الأيتام. يلا سوي كفارة. لا رواتب لا مأوى للأيتام خصوص من حرب داعش إلى حد الآن، يعني الأيتام كثرت والأرامل كثرت، فالأستاذ حقيدار والخيرين طيبون ليقومون بهذا العمل الطيب والخير ونشكرهم شكر جزيل على هذا العمل اللي قاموا به.